هلا ابو عبد الله. هلا والله ابو طلال. هذا التلفريك ما شاء الله، وهذاك جبل اقمى، وهذا التلفريك اللي يودي فوق. شلون الاجواء يا ابو طلال؟ الاجواء بارده والله يا ابو عبد الله، الحمد لله. الحراره راحت خالص ها؟ اي درجه الحراره الحين 20، وهذا التلفريك، وهذاك الجبل اقمى، شوف الثلوج فوق، شوف الثلوج فوق، هذيك اعلى قمه موجوده، وهذا التلفريك من تحت يوديك لفوق. طبعا ده اعلى قمه جبال في سراييفو، جبال اقمن. طبعا هذا المزار السياحي الاساسي لكل السياح في الصيف، اجمل الاماكن اللي ممكن تيجيها فيها. في هنا فنادق وفي شقق، في كل شيء. احنا درجة الحرارة أقل من تحت تقريبا 7 درجات. تحت كان 28، الحين دلوقتي 22. حاليا 20. تقريبا.